وينضم إلينا أيضا من القاهرة الدكتور إمام غريب، باحث في الشأن الأمريكي حول الاتصالات الأمريكية الروسية. أهلا بك يا دكتور إمام غريب. أهلا بكم يا فندم. دكتور، بداية يعني ما دكتور اتصالات بين لافروف وبومبيو حول تحضير القمة بين ترامب وبوتين الأسبوع المقبل، برأيكم ما هي أبرز الملفات التي ستطرح على النقاش على طاولة الرئيسين؟ نعم، بالفعل هي قمة هامة، سوف يكون هناك العديد من الموضوعات التي يتم طرحها، أهمها الوضع في أوكرانيا. نعلم أن هناك تم خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الروس بالنسبة لأوكرانيا، خاصة في ظل التقدم الروسي ووجود وانضمام عدد من الاقتصاديين في أوكرانيا للحكومة الروسية. يتناول أيضا تتناول القمة أيضا محاولة توقف التدخل الروسي المزعوم في الذي حدث في الانتخابات الأمريكية الأخيرة، و طلب الولايات المتحدة الأمريكية التحقيق مع قرابة 13 فردا من الروس بحجة التدخل في هذه الانتخابات. أيضا القمة تحاول أن تتحدث عن شخص، محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحداث نوع من الضغط على إيران في ظل ما يسمى بالمد الشيعي القوي الآن من جانب إيران في العديد من بلدان المنطقة، سواء في العراق أو في مساندة غزة أو تحديدا في اليمن ولبنان. وأهم الملفات أعتقد أيضا الوضع في سوريا، بمعنى أن يحاول الرئيس الأمريكي ترامب أن يسعى للتوصل باتفاق حول شروط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، خاصة تلك الواقعة بالقرب من الحدود مع إيران. نعم دكتور إمام، كما ذكرت أنت هناك سيتطرق النقاش إلى الموضوع الإيراني، يعني برأيك هل ستلعب موسكو من خلال المباحثات المرتقبة دور الوسيط لإيجاد قاعدة تفاهم لعدم رفع التوتر على الأقل بين واشنطن وطهران؟ أعتقد أن الروس الآن قادمون بقوة، والولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا مدى قوة الضغط الروسي الآن، وبالتالي يصبح التدخل الروسي الآن سواء كان في القضايا التي سبق ذكرها أو أيضا فيما يختص بالوضع في كوريا الشمالية، وبالتالي سنشهد في الفترة القادمة ضغوطا وتقديم تنازلات لكلا الطرفين، سواء كانت إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قدمت تنازلات بالنسبة لكوريا الشمالية في القمة الأخيرة التي عقدت ما بين الداعمين الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، فما بالنا بالوضع بالنسبة لروسيا وقوة روسيا. وبالتالي أعتقد أن سنشهد في الفترة القادمة تقديم نوع من التنازلات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بشأن روسيا لكي يحدث نوع من التوازن في المناطق المتحدة في العالم وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. يعني دعني أذكر نقطة مهمة جدا، وهي محاولة لتسليط الضوء عما يقوم به الكيان الصهيوني من محاولات لفرض والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. نعلم أن الكيان الصهيوني هو الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية، نعلم مدى الضغط الذي قام به اللوبي الصهيوني في أمريكا من أجل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. للأسف الشديد أننا فيما يختص بالشأن السوري الآن نحن نرى يعني تلميحات من أو تصريحات من رئيس الوزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، قوله أنه طوال السنوات الست الماضية فيما يختص بالأزمة السورية كانت إسرائيل هي التي تقوم بتقديم مساعدات للاجئين السوريين، واعتقد ان هذه كانت حقيقات يا باطل، لم يحدث ذلك، وانما يحاول الكيان الصهيوني ان يضغط على الولايات المتحده الامريكيه من اجل ان يعني تظل السيطره الاسرائيليه التي هي المستفيد الاول من كل ما يحدث في المنطقه العربيه. نعم دكتور، ايضا بشان التفاهمات
الروسية الأمريكية بشأن ملفات في الشرق الأوسط. هناك تقارير تحدثت عن تفاهمات بين الجانبين حول توزيع مناطق النفوذ في سوريا. هل من المتوقع أن نشهد تفاهمات المذكورة تغييرات في توزيع النفوذ من خلال مناقشة الرئيسين؟ نعم، أعتقد أن هذه التفاهمات سوف تسفر عن نتائج إيجابية، خاصة يعني في ضمن التحسنات أو الإنجازات التي يشهدها الوضع في سوريا الآن. دعنا نتذكر ما حدث في شمال شرق القطب السوري وإحكام داعش السيطرة على قرابة 1200 كيلو متر مربع في ريف دير الزور، والانتصار على والقضاء على تنظيم داعش المسلح. أعتقد أن هذه التجربة يمكن تكرارها أيضا، وبالتالي سيحدث تقدمات في الجنوب السوري الآن، خاصة في درعا كما حدث من قبل. وأخيرا أعتقد أيضا أن هناك لابد أن نعول كثيرا على الدور المصري وما قام به من قبل من أجل إيجاد مناطق يعني قليلة الاشتعال بالنسبة للوضع في سوريا. أعتقد أن هذا أو التدخل المصري من الممكن أن يكون له جانب إيجابي في المرحلة القادمة، سواء في إحداث يعني تهدئة في المناطق أو في يعني في المدى القريب بالنسبة لإعادة الإعمار في سوريا الشقيقة. نعم دكتور، أخيرا أنت كباحث في الشأن الأمريكي، هل تتوقعون فتح قناة اتصال بين واشنطن ودمشق عن طريق موسكو حسب ما تحدث به تقارير إعلامية سابقة؟ نعم، أعتقد ستستمر المشاورات والمفاوضات في القريب ما بين القطبين من أجل تهدئة الوضع في المنطقة في القريب العاجل. سوف تستمر هذه، ولم تكون قمة هلسنكي هي نهاية الأحداث. نعلم أن قبل القمة مباشرة كانت قمة الناتو حلف الشمال الأطلسي، ومن قبل كانت القمة الأمريكية الكورية الشمالية. إذا العالم الآن يتجه إلى محاولات لتهدئة الوضع في العديد من البلدان، خاصة كما نعلم وكما ذكرنا أن الرئيس الأمريكي ليس رجلا سياسيا في المقام الأول، وبالتالي هو لم يحاول أن يفتح العديد من الجبهات في وقت واحد. أنه هناك أزمة مع كوريا الشمالية، أزمة مع إيران، الآن نحاول أن يخرج بالقوات الأمريكية من سوريا الشقيقة، وبالتالي ستشهد الأيام القادمة محاولة تهدئة الأوضاع وتقديم تمثيلات من جانب الأمريكان أمام الروس. نعم دكتور، لكن لم تجبني لهل إمكانية التواصل بين دمشق وواشنطن عن طريق وسيط الروسي؟ أعزمك أن أعاد السؤال مرة أخرى. التواصل، فتح قناة تواصل بين دمشق وواشنطن، هل هذا ممكن؟ نعم بالفعل ممكن، بالفعل نعم. ممكن، الجميع يعلم حتى في ضد الظروف التي نحن فيها الجميع يقدر قوة القطر السوري ويعلم قوته، وبالتالي الإدارة الأمريكية تعي ذلك تماما، وبالتالي هي حريصة أن يكون هناك تفاهمات مع سوريا ليس فقط يعني بالنسبة لسوريا، وإنما ذلك يصب في مصلحة الكيان الصهيوني الذي يلعب دورا كبيرا في السياسة الأمريكية. فأعتقد أن هناك ضغوطا من جانب أيضا دول الصهيوني على الإدارة الأمريكية لأن كي تحدث تفاهمات مع سوريا في القريب العاجل. نعم أشكرك جزيل الشكر الدكتور إمام غريب، باحث في الشأن الأمريكي، كنت معنا من القاهرة.